في مستخدمين كتير عندهم اعتقاد انه كل ما بيعملوا ريفرش فالجهاز بيسرع اكتر واكتر، فتلاقي في ناس مريضه حرفيا بانها كليك يمين وريفرش اف 5 ريفرش اف 5 كل شويه يعملوا ريفرش للجهاز، فدي عاده تعودوا عليها. فهل فعلا الريفرش بيعمل تسريع للجهاز؟ كلمة ريفرش معناها تحديث مش تسريع، وموجودة طبعا على مدار أنظمة الويندوز، ولكن وظيفتها الحقيقية هي مش تسريع الجهاز، وليها كذا وظيفة أبرزهم إنها بتعمل إعادة ترتيب للأيقونات، يعني لو جيت تعمل أيقونات معينة ووديت دي يمين وشمال وجيت تعمل ريفرش فهيعيد ترتيب الأيقونات، جيت عملت فولدر جديد وما ظهرش فبالتالي بتعمل ريفرش بيظهر معاك، غيرت اسمه والاسم بتاعه لسه ما ظهرش فلما بتعمل ريفرش بيظهر معاك، لو جيت سطبت برنامج معين والشورت كات بتاعته ما ظهرتش على الديسكتوب لما تيجي تعمل الريفرش بتظهر معاك، لو في اي مشكله على بعض الملفات او الفولدرات الموجوده على الديسكتوب برضو بتعمل ريفرش فبيحل لك الموضوع ده. فهنا ريفرش معناها تحديث مش تسريع الجهاز. وبشكل عام ممكن نختصر وظيفه ريفرش ان انت لما بتيجي تعمل اجراء معين او عمليه معينه على الجهاز بتاعك في الويندوز وما ظهرتش بشكل لحظي، فبمجرد ما بتعمل ريفرش فالمفروض العمليه تتم معاك او تظهر معاك زي ما كنت عاوز بالظبط. فدي هي وظيفه وغرض ريفرش. وعلشان نفهم الموضوع بشكل مفصل تعالوا نحط قدامنا البروسيسور والهارد والرامات في الجهاز. الهارد ديسك او الكرسي الصلب بتاعك هو الذاكره الحقيقيه اللي بيتعامل معاها المعالج، ولكن المعالج ما بيتعاملش بشكل مباشر مع الهارد فبالتالي بيلجا للرام، والمعالج بيقدر يتعامل معاها بشكل مباشر، فبالتالي لما المعالج بيحتاج يعمل اي عمليه او بيطلب اي بيانات بيروح لرامات الجهاز ويطلبها بشكل مباشر وبتتم معالجتها، وطبعا الموضوع ده بيتم في وقت قصير جدا جدا ومش بتلاحظه في اغلب الاوقات الا لو كان مواصفات الجهاز بتاعك قليله، وده بديهي لما بتيجي على الديسكتوب وتعمل ريفرش بتلاقي الجهاز معاك الايقونات بتختفي وتظهر فجاه، ولما تيجي تعمل ريفرش تاني الايقونات بتبدا تسرع واحده ورا الثانيه، فبالتالي انت كل شويه تعمل تحديث 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 فبيعيد ترتيب وتنظيم الملفات، فهو اصلا نظمها في المره الاولى، فانت لما بتيجي تعمل تحديث تاني فبيقول لك هي اصلا متنظمه، فبالتالي ما بياخدش وقت اسرع من اللي خده في المره الاولى اللي عملت فيها ريفرش، فكل ما بتعمل اكتر بتكون العمليه اسرع معاك لانك اصلا عملت ريفرش قبل كده وكررتها مره ورا الثانيه. وبالنسبه الديسكتوب او سطح المكتب فهو المفروض بيكون اوتو ريفرش، يعني بيعمل عمليه تحديث بشكل تلقائي، والدليل على كده لما بتيجي تعمل برنامج او تسطب برنامج جديد وترمي الشورت كات بتاعته على الديسكتوب بتطلع فعلا تلاقيها على الديسكتوب، عملت اي تعديل او حاجه ففي بعض الاحيان بتلاقي الديسكتوب لوحده الايقونات اختفت وظهرت فجاه، فبالتالي هو عمل ريفرش بشكل تلقائي، ولكن في بعض الاحيان ممكن ما تتمش عمليه التغيير اللي انت عملتها على الديسكتوب فبتحتاج انك تعمل عمليه الريفرش او التحديث بشكل يدوي، فهو ده الغرض من امر ريفرش اللي موجود في الويندوز. واخيرا نقدر نقول ان الريفرش هو بيعمل عمليه اعاده تنظيم او ترتيب او بيعرض لك اخر نسخه من البيانات المتحدثه على الجهاز بتاعك، او ان هو بيحدث واجهه المستخدم الرسوميه اللي هي الجي يو اي. اما وظيفه الريفرش في صفحات الانترنت لما بتيجي تعمل ريفرش هو بيعمل ريلود او اعاده تحميل للصفحه في حاله لو الصفحه دي كانت بطيئه شويه مش عارضه بعض الصور فيها مشكله ما ظهرتش بشكل كامل، فانت بتعمل عمليه الريلود اللي هي الريفرش او اف 5 من الكيبورد عندك. واخيرا لو جه واحد يقول لي طب بقى انا ممكن اشيل ريفرش من القائمه اللي بتظهر بدل ما كل شويه ادوس كليك يمين لان انا مدمن ريفرش كل شويه كليك يمين واختار ريفرش، الموضوع ده فعلا تعود وادمان ولازم تبطل عمليه انك تقعد تعمل ريفرش عمال على بطال، لانه لا بيسرع الكمبيوتر ولا بينظف الذاكره بتاعتك ولا بيعمل اعاده تنشيط للرام. فدي كلها بعض الشائعات عن ريفرش ومش هتقدر تشيله من القائمه الاساسيه لما بتيجي تدوس كليك يمين لانها جزء اساسي من مكونات نواه الجهاز اللي هي بنقول عليها الكيرنل مش من الشيل اكستنشنز اللي هي بعض الاضافات اللي انت ممكن تمسحها او تعدل عليها او تضيف بعض الاضافات الخاصه، وان شاء الله نبقى نعمل شرح مخصص ازاي تقدر تشيل بعض الاختيارات من لما بتيجي تدوس كليك يمين فبتلاقي في بعض الاوبشنز او الاختيارات سواء كانت في سين 2 او اوبن ويز هنشوفها مع بعض في فيديو منفصل. وعلى سبيل الهزار فالفائده من ريفرش لو انت قاعد على الكمبيوتر في امان الله كده ابوك عدى من وراك ولا امك عدت من وراك ولا اي حد عدى من وراك تقوم طالع على الديسكتوب وتفضل مقضيها ريفرش كليك يمين وريفرش ريفرش لحد ما يخلص. فده بكل بساطه كان شرح الموضوع. يا ريت في الاخر لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بانكم تضغطوا لايك لي وتدوسوا سبسكرايب او اشتركوا القناه لو كنا مدار الفا بروزي، ودايما برحب باستفساراتكم واقتراحاتكم من خلال التعليقات تحت الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.